السلام عليكم اخوان. اخوان هاي طيور للبيع، طيور كلها حلوة وربا فرخ عندها لها، وطيور مخاليبية بس ثلاثة لو اربع حيل. الله وكيلكم طيور ستاندر ربا فرخ بسطحها، بس الولد جاب وجبة صغار وطلعها. هاي الطيور كلها نقيش، الزوج بعشرين الف وبيها في شي بسيط جوا هالسعر بشي بسيط حيل، والما يشتري لحد يعلق. عمرها سنة ونص كلها مصبغة بكتف، كانت صابغيها سود اول ما ذبوها دشروها صابغيها، وبعدها وجوهها هسه بس زرق. طيور مرتبة وحلوة وعدلة وبيها هواي مكعاكي ستة سبعة، بيها تقريبا اربعة لو خمسة حيل. قفلها الزوج عمي من الاخير ب 18 الا ربع بعد ما بيعها. جماعة عطوني على 15 16 ما بعتها. طيور عدلة وحلوة وزلفينات هواي بيها والله العظيم، وطيور عدلة وحلوة وربا فرخة بسطحها، بس الولد دشر وطلعها. هاي الطيور باعوا وجوها خلق والله خلق، بنات اللي في الطوايا تقول. ما يشتري لحد يعلق، ويطير كلها محلقة حلقتين، وحدة بيضة وحدة حمراء، كلها حلقتين حلقتين رابطات بيها. هاي الطيور